جايين دلوقتي ياخدكم في جولة عن أحوال المرور، وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات. الناس بدأت تنزل، خصوصا أن بعض المدارس بدأت بالأمس العام الدراسي الجديد. هنبدأ جولتنا من القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر المتجه لمنطقتي رمسيس وغمرة، هنلاقي فيه سيولة مورية. أما اللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات نسبية. ونروح لمصر الجديدة وتحديدا شارع الخليفة المأمون، هنلاقي هناك سيولة مورية مكملة لحد شارع وكوبري الحجاز. من مصر الجديدة هناخد كل شارع صلاح سالم وفي سيولة مورية كبيرة. ولو هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مورية نسبية في الوقت الحالي، وهنفضل مكملين لحد كوبري الروضة وهناك برضو في بعض الكثافات البسيطة. بالنسبة لطريق الكورنيش القادم من مظلات في سيولة مرورية نسبية مكملة لحد منطقة وسط البلد، واللي مكمل حتى منطقة المعادي وحلوان هيلاقي برضو سيولة مرورية. حابين نوضح لحضراتكم أن الإدارة العامة للمرور أعلنت أن الغلق الكلي لنفق اللواء باقي زكي يتطلب تخفيف أحجام المرور، وده بغلق مطلع كوبري المشير شارع 90 بالطريق الدائري القادم من طريق السويس في اتجاه شارع 90 الجنوبي، بالإضافة إلى غلق مسطح كوبري 90 من الطريق الدائري القادم من مناطق المعادي لمدة شهرين. وتم تحديد عدد من الطرق البديلة للقادم من الدائري من اتجاه مدينة السلام على استخدام مداخل التجمع الأول ومنها إلى شارع 90 الشمالي والجنوبي، أو الاستمرار على الدائري إلى مدخل نفق الجولف واستخدام شارع الشويفات ومنه إلى 90 الجنوبي. أما القادم من الدائري من اتجاه المعادي عليه أنه استخدام مدخل محور جمال عبد الناصر ومنه إلى شارع الشويفات أو إلى 90 كمان الجنوبي، أو الاستمرار على الدائري واستخدام مدخل محور طه حسين التجمع الأول إلى محور مصطفى كامل ومنه للتسعين الشمالي والجنوبي. نكمل جولتنا بشوارع الجيزة. في سيولة مرورية نسبية على محور صفت اللبن، السيولة هتبدأ تقل وتظهر كثافات عند الوصول لشارع السودان، ونفس الأمر في كوبري عباس والجامعة والجيزة. كمان بتظهر كثافات في محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السيرايات. أما محور عرابي فبيشهد كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي. بالنسبة لشارع الهرم فبيشهد كثافات مرورية من شارع العشرين حتى الطلبية. أما المحور فيه كثافات مرورية للقادم من أكتوبر حتى محور ميدان لبنان، وبتزيد الكثافات دي مع ساعات الذروة الصباحية. نروح معاكم لمحافظة القليوبية، والطريق الزراعي القادم من بنها بيشهد سيولة مرورية بتقل في قبل الدائري، وبتحصل كثافات أسفل الدائري بسبب أعمال توسعة الطريق وإنشاء كوبري دوران للخلف. لكن المتجه إلى بنها في سيولة مرورية. القادم من شبرا بنها ومتجه إلى منطقة شرق القاهرة مدينة نصر ومصر الجديدة من الأفضل إن هو ياخد طريق أو محور الفريق العصار. ولو رحنا للطريق الدائري هنلاقي فيه سيولة مرورية بتقل عند بعض طلعات الدائري. هنكمل جولتنا المرورية ونروح اسكندرية، وهنلاقي كثافات موجودة في بعض الطرق، وهنلاقي كمان كثافات مرورية عند محطة الرمل بتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع عمر لطفي ولحد تقاطع شارع النبي دانيال اللي بيشهد كثافات بسيطة ونسبية واصلة لحد طريق الحرية. وبكده انتهت جولتنا المرورية في معظم محافظات وشوارع مصر. هرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت عشان نبدأ معاكم فقرات صباح خير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا.